أعلنت قيادة الشرطة ديالى عن تعزيز قواتها في المناطق التي تشهد خروقات أمنية متكررة، لا سيما مناطق الوقف شمالي مدينة بعقوبة، وأكدت على إشراك المواطنين في العملية الأمنية من خلال إيصال المعلومات عن تحركات عصابات داعش في هذه المناطق. هناك تعاون ملموس وواضح من قبل كافة أهالي ديالى مع القوات الأمنية، كان آخرها حضور ممثل السيد دولة رئيس الوزراء المحترم السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، حيث التقى بأهالي العبارة وكان الطرح موضوعي، استلم طلباتهم بشكل مباشر وعلى الفور عقد مؤتمر أمني في مقر القيادة نتج عنه تعزيز هذه الناحية المهمة بقطعات إضافية وكاميرات حرارية، وكذلك توفير كافة السبل من أجل إنجاح الدور الأمني وإشراك المواطن في عملية الإنجازات الأمنية المقبلة. أهالي المناطق طالبوا بانضمام أبنائهم للحشد الشعبي أو الأجهزة الأمنية لوجود شباب قادرين على منع العصابات الإرهابية من الوصول لهذه المناطق الملاصقة لمركز المحافظة. أنت تعرف المثل يقول أهل مكة أدرى بشعابها، احنا اهل المنطقه هاي دافعنا عليها ووقف الارهاب لحد هذه المنطقه بعد ما يقدر يخترقها، ولو اخترقها كان وصل البعقوبه لان المسافه كلها قليله عن بعقوبه، فاهل المنطقه يجب اشراكهم حتى من قبل تطوع من قبل بالسراء الحشد الشعبي او تطوع بالجهات الامنيه، لان عندنا شباب كفؤين يقدرون يقاتلون يقدرون يمنعون داعش من وصول لاي مكان بهاي المنطقه. تعزيزات أمنية وكاميرات حرارية في مناطق تشهد خروقات أمنية تحصد العديد من أرواح الأبرياء، ومطالبات بزج أبنائهم بالعمل الأمني والاستخباري للحد من تحركات العصابات الإرهابية في مناطقهم. من محافظة ديالى حسن شمري، التغيير الفضائي.